بيكم مرة تانية ومحاضرة جديدة من محاضرات How to be a professional tour operator. في المحاضرة دي هنتكلم عن تاني item معنا اللي هو الاكسكيرجن او زي ما احنا قلنا قبل كده الاكتيفيتيز، واحنا قلنا ان في day activities وفي night activities. تمام؟ طيب هنتكلم النهاردة عن ايه انواع الاكتيفيتيز اللي موجودة اللي ممكن العميل يزورها في مصر لما يجي يقوم برحلة سياحية في مصر. تعالوا نشوف كده مع بعض ايه هي انواع الاكتيفيتيز اللي موجودة او ايه التصنيفات بتاعة الاكتيفيتيز دي. اول حاجة هنلاقي في حاجة اسمها half day tour. يعني ايه half day tour؟ half day tour في لغتنا احنا كده بتاعة السياحة والنقل بنقول نص يومية. تمام؟ نص يومية. يعني ايه نص يومية؟ النص يومية هي بتبقى في الغالب زيارة معلم سياحي واحد، يا إما زيارة معلم سياحي واحد دسم يعني محتاج ساعتين داخل المزار، أو يا إما زيارة اتنين معلم سياحي خفاف. يعني لو مثلا معلم سياحي ممكن يتزور في ساعة ومعلم سياحي تاني يتزور في ساعة، فالاتنين مع بعض بيبقى اسمهم نص يومية. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا لو أنا خدت العميل دلوقتي من الفندق بتاعه وطلعت بيه على منطقة الهرم وزار أهرامات الجيزة وقعد ساعتين جوه البيراميدز إيريا، دي كده اسمها نص يومية هرم. تمام؟ نص يومية هرم. طب لو أنا خدت العميل بتاعي من الفندق وطلعت بيه على المتحف المصري في التحرير وقعد ساعتين جوه المتحف المصري وزار المتحف المصري وخرج بعد كده والعربية خدته تاني من المتحف رجعته على الفندق، دي كده اسمها نص يومية متحف. تمام؟ طيب أنا صلاح الدين الأيوبي مش محتاجة كتير قوي من الوقت، يعني ممكن تزور خلال ساعة زمن، يعني ممكن أحتاج ساعة جوه القلعة نفسها، دي كده ممكن نضم ليها الحي القبطي لأنه برضو من الزيارات الخفيفة اللي مش بتحتاج فترة زمنية طويلة جوه المعلم في الزيارة، فممكن ساعة في القلعة زائد ساعة في الحي القبطي يبقى دي اسمها نص يومية قلعة وقبطي. تمام؟ طيب ايه تاني ممكن يعتبر نص يومية؟ اي معلم سياحي ممكن يحتاج ساعتين جوه المزار، دي كده اسمها نص يومية. يعني نص يومية بالنسبة للنقل، المزار زائد المواصلات رايح للمعلم وراجع من المعلم على الفندق تاني ممكن تحتاج في حدود حوالي 3 ساعات او من 3 ل 4 ساعات، دي اسمها نص يومية. تمام؟ طيب ايه بعد كده عندنا حاجة اسمها day tour. day tour يعني يومية. تمام؟ زي ايه مثلا اليومية دي؟ يعني لو انا خدت العميل مثلا عملت له زيارة الهرم وقعد ساعتين جوه الهرم، وبعد ما خلص منطقة الهرم وخرج استقل عربية الشركة وطلعنا بيه على المتحف المصري في التحرير، فزار المتحف المصري في التحرير وقعد ساعتين جوه المتحف المصري، دي كده اسمها يومية هرم ومتحف. تمام؟ طيب لو انا مثلا خدت العميل من فندق بتاعه وديته زار قلعة صلاح الدين الايوبي ومسجد محمد علي وخد ساعة جوه القلعة، وبعد كده راح على الحي القبطي زار الحي القبطي وبرده خد ساعة في الحي القبطي، بعد كده خدته على خان الخليلي سوق خان الخليلي وقعد مثلا يلف ساعة في الخان ويشتري حاجات ويعمل شوبينج، دي كده اسمها يومية قلعة قبطي خان. تمام؟ طيب في مثلا حاجة زي منفس وسقارة. منفس وسقارة يعني في بعض الشركات بتعتبرها هاف داي تور وفي شركات بتعتبرها داي تور. ليه؟ منطقة السقارة الأثرية منطقة دسمة في الزيارة، محتاجة ساعتين على الأقل جوه المنطقة، يعني بنحتاج ساعتين نزور فيهم سقارة، ده الريجولر بتاع السياحة. هي سقارة ممكن تزور في أسبوع على فكرة، لأن السقارة مليانة مصطبس، يعني مصطبة، يعني هي هناك المقبرة اسمها مصطبة، فسقارة مليانة مقابر كتيرة ومليانة حاجات دسمة كتيرة، لو هنقول يا سقارة هنحتاج أسبوع نزور فيه سقارة. لكن احنا بنتكلم على الريجولر. الريجولر ان الكلاينت الأجنبي أو الفورنر يقعد ساعتين في زيارة سقارة جوه منطقة السقارة الأثرية. تمام؟ طيب
SR بالمناسبة فيها مقابر مفتوحة للزيارة داخل التيكت الأساسية، وفي مقابر لها انترانس فيز لوحدها تدفع لوحدها، فخدوا بالكم الموضوع ده. أما هرم زوسر المدرج فده داخل في التيكت برضو بتاعت السقارة. في كمان هناك حاجة جميلة جدا اسمه المتحف، متحف سقارة ده أو متحف إم حطب تقريبا، أنا مش متذكر الاسم قوي بس هو تقريبا اسمه متحف إم حطب. ده من الحاجات الجميلة قوي وداخلة في التذكرة الأساسية بتاع الدخول منطقة السقارة الأثرية. تمام. طيب يبقى أنا عندي ساعتين داخل منطقة السقارة الأثرية، ومنفس بتحتاج نص ساعة في الزيارة داخل منفس نفسها، داخل المعلم السياحي منفس. تمام. يبقى أنا إذن عندي داخل سقارة ساعتين وداخل منفس نص ساعة، ففي شركات بتحسبها يومية وفي شركات بتحسبها نص يومية، هاف داي تور أو داي تور، طبعا بلس المواصلات من الفندق لمنفس وبعد كده من منفس لسقارة وبعد كده من سقارة للفندق وهكذا. تمام. طيب في بقى حاجة اسمها فول داي تور. فول داي تور يعني يومية تقيلة، يومية دسمة، يومية يعني كاملة. تمام. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا لو انا خدت العميل مثلا زورته منطقة هرمات الجيزة والسقارة ومنفس، دي كده اسمها فول داي تور. تمام. بيزور الهرم سقارة ومنفس. تمام. طيب لو انا خدت العميل من الفندق ووديته عمل حاجه اسمها يوميه بلد، احنا هرم منفس سقارة بنسميها يوميه هرم، واللي انا هقولها دلوقتي دي اسمها يوميه بلد. ايه بقى يوميه البلد دي اللي هي فول داي تور؟ دي بتبقى المتحف المصري في التحرير بلس قلعه صلاح الدين ومسجد محمد علي بلس الحي القبطي بلس سوق خان الخليلي. دي كده اسمها فول داي تور في منطقه البلد، بنسميها يوميه بلد كامله. تمام. طيب ايه تاني ممكن اسميه فول داي تور؟ زي مثلا يوميه اسكندريه، لما اخد العميل من الفندق في القاهره واطلع بيه على اسكندريه ساعتين ونص رايح وساعتين ونص راجع بعد كده، وهناك بيزور الاربع معالم السياحيه الكلاسيكال اللي احنا قلناهم في المحاضره اللي فاتت، اللي هم قلعه قايتباي وعمود السواري ومقابر كوم الشقافه ومكتبه الاسكندريه. دي اسمها اوفر داي اسكندريه او فول داي تور الكسندريا فروم كايرو. تمام. في ايه تاني ممكن يتقال عليه فول داي تور؟ في مثلا يوميه الفيوم، برضو اخد العميل من الفندق بتاعه في القاهره واطلع بيه على الفيوم ويزور المعالم السياحيه بتاعه الفيوم ويرجع تاني على القاهره، دي برضو اسمها فول داي تور. اللي ممكن يزور في الفيوم، في هناك المسله وفي هناك الشلالات وفي السواق السبع وفي حاجات كتير جميله، وبحيره قارون طبعا، وفي حاجات كتير جميله هناك في الفيوم، بس هم برضو بيبقوا حوالي 3 او 4 زيارات كلاسيكال معروفين في يوميه الفيوم. تمام. طيب في كمان الشرق والغرب في الاقصر، لما العميل يزور البر الشرقي اللي هو معبدي الاقصر والكرنك ويزور البر الغربي اللي هو وادي الملوك ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، ده كده اسمه فول داي الاقصر. تمام. دي برضو يوميه كامله في الاقصر. تمام. طيب نيجي للنوع اللي بعد كده اللي هو بيبقى 2 days 1 night. زي ما قلت لكم انه الاكتيفيتي ممكن تمتد انها تبقى 2 days 1 night. تمام. زي ايه مثلا؟ زي لما اخد العميل من القاهره واطلع بيه على سانت كاترين يبات ويزور سانت كاترين ويرجع تاني يوم على القاهره، دي كده 2 days 1 night لانها زياره بعيده فلازم تاخد 2 days 1 night. بالنسبه للمنيا، المنيا هي حوالي 4 ساعات من القاهره. تمام. يعني عشان تتعمل في يوم واحد هتبقى مضغوطه جدا 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 ومرهقه جدا 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 للكلاينت، ولازم اخد الكلاينت من القاهره الساعه 4 او 5 الفجر عشان اقدر اعملها له وارجعه تاني، يعني تكاد تكون يعني مميته. فهي الافضل طبعا ان المنيا تكون 2 days 1 night، العميل يروح يزور معلم او اتنين ويبات ويصبح تاني يوم ياخد المعلم التالت ويرجع على القاهرة. احنا قلنا ان المنيا فيها تل العمارنة وبني حسن وتونة الجبل. دي كده الاربع انواع بالنسبة للداي اكتيفيتيز. لسه مكملين مع الاكسكيرجن، واستنوني المحاضرة الجاية ومحاضرة جديدة من كورس تأهيل اوبريتور محترف. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتشير الفيديو علشان الكل يستفيد. Merci.